اوف 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 ايه ده؟ اي عين. اعزائي اهلا بيكم في حلقه جديده. طبعا قبل ما ابدا اي حاجه بحب اشكركم على الدعم المتواصل للقناه دي، متشكرين، وان شاء الله برضو نوصل ل 10000 سبسكرايب في وقت قريب. طبعا ده كله بفضل ربنا وبفضلكم كمان. في حد قال كده ان في اسطوره جديده عندكم اسمه الاخضر بلومي، هو مش جديده يعني، حد قديم وقول انا حاجه عالميه يعني. صراحه قعدت ادور له كده على فيديوهات، مش لاقي له فيديوهات كتير لانه تقريبا حاجه قديمه كده زي محمود الخطيب عندنا. المهم يعني لقيت له فيديو كده صغير فخلينا نتفرج عليه. بس قبل ما نبدا يا معلم ما تنساش تنزل تعمل لايك وتعمل سبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس علشان يوصل لك كل فيديو جديد. ويلا بينا يا معلم. يلا يا عم. الأخضر بلومي بيقولوا عليه أسطورة الجزائر، فخلينا نتفرج يا معلم على الفيديو. بس يا ريت بقى ما تنسانيش يعني في اللايك. الجزائريين ناخذ رأيك، هو أسطورة الجزائر في كرة القدم. حيث النجاح ما جر نجاح، ولا واحد يختلف لأنه إيه ده؟ نجاح حفيظ الراجل ملفت للنظر مقارنة بلاعبين آخرين جزائريين. احتراف، فاز بلقب دوري أبطال أوروبا، فاز بكأس أمم أفريقيا، فاز بالكثير من الألقاب مع بورتو. إذا كان من حيث النتائج فما جر كان هو نجم النجوم، لكن أنا بالنسبة لي يبقى الأخضر بلومي فنان الفنانين. إيه ده زميل قال على أول مين ما جر؟ لو اليوم كان موجود في عهد اليوم اعتقد بانه يلعب في الريال ويلعب في البارسا ويلعب في المانشستر ويلعب في اكبر النوادي في اوروبا بدون اي مشكله، لانه هوب 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 هو من صنع، من كان فضل او من كان ساهم في صنع ماجر وعصاد وبن سول. الكلام ده حقيقي؟ ما يقول لك الموند يعرفه، بلومي معروف عالميا، خاطش على بلومي في معسكر بدا احسن لاعب افريقي. حسنو كان أسهل أفريقي. ماجر ولا بالشيخ كانوا يلعبوا في سعيدة ولا معسكر، والله ما يبانوا، والله ما تبان كي انت كي ماجر كي بالشيخ كي الناس. هو شكله كان أسطورة يعني، لعيب عالمي زي ما بيقولوا كده. بس حفيظ ده راجل قال لك لو هو حاليا بيلعب في العصر الحالي لا يلعب في ريال مدريد او برشلونة مستريح. يلا يا معلم لابس رقم 10 كمان، تعال يا حبيبي. هوب 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 شكله بدايته حلوه، تعالى يا عيني. هوب 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 ده بيرقص الرقصات ايه؟ سلام على الكنترول يا عيني على الكعب يا ولد. ايه ده؟ ايه العباله دي؟ استنى العيدها معلش. خدت بالكم من دي؟ بص دي مش دي اللي جايه دي بقى. بص تعالى يا حبيبي وبص الكعب رجله فين. يا عيني يا عيني. لا عاقل ما بيجودش، مهاري دماغ شغاله يا عيني يا ولد يا لعيب. يا عيني على الاسيست، هو حتى بيقول لزمايله يجروا ازاي. يا عيني على 1 2 3. صدق كمان تغيير اتجاهاته حلو قوي، بسم الله ما شاء الله عليه يعني. اوب 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 اوف 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 ايه ده؟ اي عيني 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 على اللي بيحصل، والله العيد والله العيد اللي بيحصل ده عيب عيب اللي بيحصل ده. بص ده كوبري، بص التاني ده، بص التاني. اي 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 عيني جاب له صداع، جاب له صداع يا جدعان. الكوبري ده ايه ده؟ بص العقل يا عيني يا بيلين دي. بوم بوم ده بشوف بالشمال كمان بيلعب بالاثنين باين عليه. بلومي هو اللي ثوره كبيره في افريقيا وفي الجزائر اللي انتم ماشي باغي تستعرفوا بها، وانتم الصحافه ماشي باغي تستعرفوا بها. حلو الكلام ده حلو. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا عيني يا عيني. اوف 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 استنى 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 عيني اللي فاتت دي. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ بوم بوم بوم. لا بيشوط لابس رقم 10 معلش. يا عيني يا عيني على الاسيست.
يا عيني يا عيني. لا 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 ليه رؤية جميلة قوي. يا ولد يا ولد يا ولد. اوف 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 على الاسيست. ايه الاسيست ده؟ لا 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 استنى استنى. بص بص الاسيست ده. بص اللي جاي ده. بص 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 رجله فين. بص بص رجله فين. جون. يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني. وهو واقف وهو واقف. تشيب 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 تشيب. يا لعيب. لا كان بيقول عليه حاجه عالميه يعني. معلش معلش. اسطوره كره القدم. يعني متخيل راجل بالعقل ده بالعقل ده كده بيلعب مع الكره الحديثه كان زمانه عامل ايه دلوقتي. لا الجزائر ولدت نجوم. خلينا واقعيين بصراحه. يا ولد يا ولد. بص الهدوء والعقل. تعال. لا لا عقل. يا عيني. تعجبني اللعيبه اللي تلعب بدماغها. ده يكون شغال خلاص هترتاح. بقول لك هل يستحق ان يكون افضل لاعب في تاريخ الجزائر؟ إيه انتوا شايفين ايه؟ يعني يا ريت تقولوا لنا فعلا يستحق ولا لا. بس يا معلم كده تبقى الحلقه خلصت. لو الفيديو عجبك بقى ما تنساش تنزل تعمل لي لايك وتعمل سبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد. وقبل بقى ما تقفل الفيديو ده ما تنساش تقول لي الفيديو الجاي عايزه عن مين ولا ايه. يعني لازم نشغل الدماغ كده. يلا السلام عليكم. منذ 23 سنة كرة بمحاولة تسريلات في منطقة الجزاء. جنون 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 كرة القدم جنون كرة القدم. يا رياض حطها في الجول. يا رياض با 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 جول. حطها في الجول يا رياض. حطها في الجول. اكويرو اكويرو بيرفع.